لا يخيب داعي. قال الإمام الهادي عليه السلام: يا عدتي دون العدد، ويا رجائي والمعتمد، ويا كهفي والسند، ويا واحد يا أحد، يا من هو الله أحد، أسألك بحق من خلقته من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحدا، أن تصلي على جماعتهم وتفعل بي كذا وكذا، فإني قد سألت الله سبحانه ألا يخيب من دعا به.